أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر اتصالا هاتفيا بمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة. هنأه سموه فيها بنجاح العملية الجراحية التي أجرت له مؤخرا والتي أتت بحمد الله وفضله بنجاح والنتائج الطيبة، داعيا سموه المولى أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظ دولة قطر وشعبها في ظل قيادة صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. هذا وعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة والتي تعكس مستوى العلاقات البحرينية القطرية.